تخلو هذه المحال من روادها منذ أن اجتاح الذهب المستورد للبلاد والذي تصدر المبيعات على المنتج المحلي، أمر دفع بسوق الصاغة في جانب المدينة الأيمن لتنظيم وقفة احتجاجية تطالب بإيقاف دخول المستورد. ناس يعني أصحاب عوائل تريد تشتغل وتريد دعم من الحكومة وتريد تقلل الذهب المستورد، لأنه هذا الذهب المستورد جاي يعني يأثر على شغلهم. توقفت حركة مبيعات الذهب المحلي بشكل شبه كامل، ما تسبب بإيقاف عمل المئات من أصحاب الورش وغيرهم من العاملين بهذا المجال. الصائغ أصبح يعني في محافظة نينوى بس فقط للعرض، جامات وللعرض، بدون إنتاج، بدون عمل، بدون، وكثير من الصاغة تركوا حتى أعمالهم اللي هم كانوا يعملون بها كتصليح أو كصياغة ويشتغلون بمهن أخرى. توقف حركة البيع والشراء دفع بالكثير من صاغة الذهب لترك مهنهم واللجوء إلى مهن أخرى لسد رمق عيشهم. نريد نقلل من الاستيراد أو نقلله، ونريد نرجع هاي العالم أكثر أهل الورش وأصحاب المحلات. شغلة تقريبا وقفت يعني عامة عموم العراق وبس محافظة نينوى، يعني أثرت على كثير عوائل. هاي المصلحة مو بس صاير يشتغل بيها، أكو وراءه 20 مصلحة الأخرى، محالج، مكاين، نقاشين، عمال جلبشية، أصحاب عدد. ووفقا لصائغي الذهب في الموصل، فإن غالبية الذهب المستورد يدخل من منافذ عديدة من البلاد ولا يخلو من الغش نتيجة عدم تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.